غادي يكون كلشي بخير. شكرا اخوت بزاف، شكرا على الوقفه ديالكم كاملين، شكرا ليكم كاملين والله. داكشي اللي درتو معايا راه الله يرحم ليكم والدين كامل. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة هاني أم يحيى. أكيد بزاف ديال الناس المتابعين اللي كانوا متابعين حالة خونا هشام اللي مريض بالسرطان، اللي الحمد لله ملكنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، استجب النداء ديالو وساعده باش يمشي لفرنسا ويتلقى العلاج في أقرب وقت. الناس المتابعين الأغلبية ديالهم قلقين بزاف من خديجة، قالك علاش ما كتواصلش معانا وما بقتش كتحط كاع الأخبار ديال هشام، حتى هذاك خونا وحنا وقفنا معاه وحنا اللي وصلنا صوتنا اللي وصلوا ولكن غبرات علينا. الحمد لله الإعلامية المحبوبة عند الجميع ليلى الشمام والصديقة المقربة أو الأخت نقدو نقولوا الخديجة، مشات حتى لفرنسا، مشات المستشفى عند خديجة ودارت لنا فيديو ووراتنا تا خديجة اللي كتعتذر بدورها ما عندهاش الوقت والقدرة باش تهدر ولا تحط أي ستوري على خونا هشام، ولكن الحمد لله دعيوا معاه كي قالت هي الحالة ديالو سيئة ومحتاج بزاف بزاف دعواتكم. كانت ليلى الشمام حطت هذه الصوره هذه وكتبت عليها هشام مازال في العنايه المركزه ودائما في انتظار الحاله تستقر باش يبدا العلاج. اليوم قال لينا انا صابر وغادي نتقاتل حتى نبرى ونوقف على رجلي. ومن بعد ما كتبت واحد المتابعة هاد الرسالة ليلى الشمام كتبت ليها ايوا اختي هي فاش بغات نوصلوا صوتها كانت كل نهار تحط فيديو ودابا فاش مشات ولات غابرة وما عندها خاطر راح شوم عليها. هذا تعليق متابعة، وكان جواب ليلى الشمام هو كيفاش كتقدروا تحاسبوا انسان ربي بوحده اللي عالم بحاله، وللأمانة حتى فيديو ما غادي يوصل حقيقة الألم اللي كتعيش خديجة وهشام، وحطت لنا هذا الفيديو نخليكم تشوفوا. ان شاء الله يكون خير، املنا في ربي كبير 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 كبير. الاطباء دايرين شنو ممكن يدار وحنا كنتسناو الجسم كيفاش غادي يتجاوب. هذا الشيء هو اللي كاين، يعني ما كايناش شي حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها اولا نقولوها. اي حاجه كنحطها فانا راه كنحطها قدام خديجه، خديجه كتشوف كل شيء داكشي اللي كنحط حيت ما عنديش الحق. لا بغيت نقول لكم انه ليلى ما نقدرش حتى نقول صديقه، ليلى راه اختي، اختي والله حتى اختي ديال بصح. والحاجه اللي نقدر نقول لكم على هشام اللي ما كتفارقوش نهائيا نهائيا ليلا ونهارا باذن الله غادي نولي بخير. الا بغى الله غادي نولي بخير. هشام الحاله ديالو في الاول كانت بدات كتستقر، دابا ما بقاتش مستقره نهائيا. عذروا خديجه حيت انا براسي كيوصلوني لي ميساج اللي كتعاتبوا خديجه، علاش غبرات، علاش ما كتحطش، علاش ما كتقول لينا والو. خديجه ربي بوحدو اللي عالم بها، كتشوف طرف منها وكتشوف الانسان اللي بغاتو في حياتها كيدوب وكيتقطع قدامها. ماشي سهل، ما كاينش الخاطر نهائيا باش الواحد يدير شي ستوري ولا يدير شي فيديو ولا يهضر ولا يقول لي ديتاي، والله ما كاين الخاطر. انا كنحاول نقول لكم الجديد حيت حتى انا كتسولوني، واللي نقدر نقول لكم هو دعواتكم دعواتكم دعواتكم. انا دابا غادي ندخل عندهم، كنتمنى تكون شي خبر زوينه اللي نبارطاجيها. باذن الله كلشي غادي يكون بخير، انا حاسس بهادشي وخاك غادي يكون كلشي بخير. شكرا اخوت بزاف، شكرا على الوقفه ديالكم كاملين، شكرا ليكم كاملين والله. داكشي اللي درتو معايا راه الله يرحم ليكم والدين كامل. دعوه من القلب لهشام راجل خديجه، يا ربي تنجح لي العمليه ديال زراعه النخاع، يا ربي من وسط الحرم، يا ربي تشافيه وتعافيه وتسمع تسمع خديجه عليه الخير. طحوا لي في بالي ودعيت معاهم من قلبي، يا ربي تشافيه هشام راجل خديجة، يا ربي تشافيه من السرطان وتعطيه صحة جديدة وحياة جديدة هو وخديجة. يا ربي يا ربي اللهم إني دعوتك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. الحمد لله.